لكثير من الإخوة يسأل يعني الجمع بين حديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة وفعل الصحابة من صلاتهم 20 ركعة. هذا أجبنا عنه وقلنا إن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا لأنه كان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام ويطيل الركوع والسجود. ألم تعلموا أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعتين، خمسة أجزاء وزيادة في ركعتين كما في حديث حذيفة، وأنه كان ركوعه كان لا يمر بآية فيها ذكر الرحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية فيها ذكر العذاب إلا وقف وتعوذ، وكان يقرأ مترسلا عليه الصلاة والسلام في قراءته كما قال الله له ورتل القرآن ترتيلا، وكان ركوعه نحوا من قيامه في الطول، وكان سجوده نحوا من ركوعه في الطول. تصوروا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما رأوا أن المسلمين لا يستطيعون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الطول خففوا الصلاة وزادوا في عدد الركعات، فصلوها 23 ركعة، وهذا بمحضر من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي، وبمحضر من المهاجرين والأنصار والصحابة رضي الله عنهم، فهم خففوا على الناس وزادوا في العدد إلى 23 ركعة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا، حثنا على قيام الليل ولم يحدد، فقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يحدد. وقال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام حتى لا نزيد على ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة أفقه منا وأعرف منا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم فهموا أن الرسول لم يوقت لهم حدا معينا فزادوا في العدد، وإلا لو أن الرسول حدد لهم قال لا تزيدوا لم يتجاوزوا هذا الشيء، فهم ما زادوا في العدد إلا لأنهم فهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من ذلك ولم يحدد لهم عليه الصلاة والسلام، كان يرغب في قيام الليل ويحث عليه ولم يحدد عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يقوم من الليل ما تيسر له وما سهل عليه، ولا يحدد هذا بحدد بعدد معين، تحديد إنما هو في الصلوات المفروضة، الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، الفجر 2 ركعات، هذا المحدد. أما النوافل ليس لها تحديد إلا ما جاء في الرواتب التي مع الفرائض أنها 2 ركعات قبل الظهر أو 4 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات بعدها أو 4، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء، و2 ركعات قبل الفجر، هذه حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، نوافل حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بقية النوافل الرسول لم يحدد لنا، فلماذا نقيد أنفسنا بشيء لم يحدده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وتراعى أحوال الناس، قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا صلى الإنسان منفردا يطول ما شاء، أما إذا صلى بالناس فإنه يراعي أحوال الناس ولا يشق عليهم،
نعم.